كل المؤمنين يغضوا ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده البريد إلى إيه؟ إلى ما وراءه. ولذلك شوقي الله يرحمه لما جه يتكلم عن مراتب الغزل مع لرجل مع امرأة، قال إيه؟ نظرة مش كده؟ فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. مش قال كده؟ يبقى إذا النظرة هي قلنا عن سدام، ربنا قال أنا رحيم بك وعارف تكوينك وأنا مصر على أن يكون تكوينك هكذا في غرائز، عشان ده اللي هتحفظ النوع. فأنا عايز أرقي الغرائز ما منحاش، وإلا لو ما كنتش عايز كده ما أخلقش الغريزة دي في قلب. يبقى إذن كل المؤمنين يغضوا عشان نسد إيه؟ منافس فساد الأعراض، ومنافس إن الخليفة يطلع في الخليفة ملوث، خليفة يبقى ابن زنا ابن حرام، عشان كل المجتمع يبقى مجتمع إيه؟ مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع ايه شريف. مفيش واحد ابدا يتعالى على واحد بانه له نسب والتاني ملوش نسب، كلنا واحد. نعم. كل المؤمنين يغضوا. طب ما يقول ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم اي ينقصوا مجال بصرهم فيرون فيسمعون من الله ما يرى وما لا يرى. من هنا يغضوا؟ من ابصارهم. واحد قال لك ده من دي من للتبعيض، كل من هذا الطعام يعني بعضه يغض من ابصارهم، يعني يغض بعض البصر. قال لك لان بعضه حلال، يبقى انا مش هغض بصري والا يبقى وجوده لي يعمل به ايه؟ يبقى اذا في البصر اشياء حلال وفي البصر اشياء ايه؟ يبقى يغض من ابصارهم يعني بعض ايه؟ ابصارهم عن مرئيات حرمها الله، يبقى لها مجال ثاني ولا تبقى من ايه؟ تبقى من تبعيضية او من ديا. يقولوا عليها لتاكيد العموم في أدنى مراحله. إحنا زمان برضو قلنا حكم، إحنا لكل ما ندخل في التفسير هنلاقي حاجات قلناها كتير قوي قدام، ولذلك بنحيل على الآن. يقول لك إحنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ما عندي مال ماشي، إنما لما يقول ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال حتى مليم اللي اتلغى ولا قرش اللي اتلغى، خمسة ساق اللي اتلغى. لكن لما يقول ما عندي مال يمكن مال يعتد به، يعني لا عندي أرانب ولا عندي بكوات ولا عندي حاجات من دي، إنما عندي أقل من كده. لكن لما يقول ما عندي من مال يبقى معناه إيه؟ من بداية ما يقال، يبقى غضوا من أبصاركم يعني من بداية البصر ولو تبربش كده. يبقى عايز إيه؟ يجيب العموم. يبقى يجيب العموم يقول ايه؟ من بداية ما يقال له بصر، مش بدع اناهيك عن البحلقة بس، لا، من بداية ما يقال له ايه؟ ما يقال له بصر. طيب كل المؤمنين يغضوا من ابصار، او ان من دي ملهاش دعوة بالحكاية دي خالص، ده جاء من الغض وهي النقصان، غض من قدره انقصه، يغضوا من ابصارهم يعني ينقصوا ايه؟ المجالات بتاعتها، وتبقى ماشية ولا مش ماشية. يبقى على كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان دي النتيجه بقى، ما دام غضنا البصر يبقى ما فيش اثاره، ما فيش اهاله، ما فيش اعتداء على اراء، تبقى الفروج محفوظه ولا لا؟ ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج معناها انني لا انيله لغير محلل له، سواء كان من الرجل ولا من الايه؟ من المرأة. او احفظه اصونه عن ان يرى، لأن لما يرى يمكن يهيج إلى الشر، يبقى أحفظه يعني أمنعه من غير حله، أو أحفظه أمنعه من أن يرى. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج أزكى أطهر وأدخله في باب النماء للإيمان، لأن مش هتيجي حتة إيه تعكر طهر الإيمان، ولا فيش حتة تخلي الإيمان ما يزدادش، لأن الإيمان كل ما تعمل طاعة يشع الله في نفسك منها قبسا يخليك كده نفسك ترتاح، أجهزتك ترتاح. يبقى كل ما يجي إيمان يديك دي يديك دي يديك دي دي، يبقى اوعى تجيب حاجة أنت تدي رقي درجة تجي لك حاجة تنقصك إيه؟ 10 درجات، تبقى مش أزكى بقى، لا أنمى ولا أطهر ولا أي. ذلك أزكى لهم، وأزكى أيضا أريح مريحة، لأن مش هيخليك تحاول أنك تعمل إيه؟
تحاول تكبح عواطف وتحاول ما عندكش دي خالص، بعيد خالص. إن الله خبير بما يصنعون، يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم، وهو مكونكم تكوين يحفظ الغريزة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن بده يعلي الغريزة الجنسية ما توضعش إلا فيما شرع الإيه؟ فيما شرع الحق وشرع الله. ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده بإنك انت مثلا تشوف البنت لما اتجوزت وقعدت سنة ما حملتش، مش هي اللي تبقى قلقانة، بس أمها وأبوها والبيت كله ويجرم ويدورهم ويقولوا إيه شوفوا مش عارف الدكاترة ويعملوا ليه؟ عشان بقاء النوع، بقاء النوع. وبعدين البيت لا لما تحبل كده تبقى ماشية مزهوة كده قالوا تتمخطر كده وبطنها قدامها كده من حلال. طب وإن كانت من حتة تانية بقى تعمل إيه؟ تحاول يعني تدارى ولا تخرجش وتوسع الجلابية وتعمل بطنها عشان ما تبانش. انما ذيك كده بالفخر كده ومشي وقال يعدلوها حسب على روحك، اوعي مش عارف تتحرك ايه هو دي. ها لان انسان جاء بصنعه الله وبكلمه الله يبقى مجتمع ايه، والكل يبقى مبسوط كده ودن، ولما يتولد بقى يدقوا ويعملوا الهيصه ويعملوا الله. طب ودوكها بقى لما تحصل حاجه دي تبقى شره سودة بقى، وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجه يسقطها ولا واحده تسقطها ولا مش عارف ايه، وبعدين يا يخنقوه يموتوه يا يرموه في حته كده مش عارف شغلانه كده. انما ديك ايه حاجه كده واضحه وحاجه ايه شريفه. ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات المقابل بقى يغضضن من ابصارهن، برضو زيها تمام، ويحفظن فروجهن. وبعدين حيزود حته بقى، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ما قالش دي في الراجل، يبقى الراجل مطلوب منه ايه؟ انه يغض ويحفظ الفرد، والمراه برضه مطلوب منها انها تغض وتحفظ الفرد. لكن الراجل زينه ايه اللي هيبينها؟ قال لك وان كان برضه النساء برضه بيتزين ولو زين. قال لك لا، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال هناك في البحر تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، الله فأباح للرجل أنه يتحلى بحاجة من دي ولا إيه؟ أباح. طب ولا هي لما تتحلى لكن هو اللي بيتحلى لأنها لمصلحته؟ حتى قال لك المرأة لما تتحلاش جوزها يغاضبها ويضربها، لازم تتزين له. ليه؟ طب وهي مش عايزة تتزين ولا بتاع وعايزة تفضل طبيعية كده؟ قال لك لا، لانه يمكن يشوف واحده اجمل منها في الشارع عينه تتلفت، لكن هي لما تتزين كده تقوم تعمل ايه؟ تحفظ بصره لحد هنا بس.